اهلا بحضراتكم من جديد، وبدايه الفقره الحواريه الاولى النهارده من برنامجكم الاهلي الليله. وقلنا خلال الفتره الحاليه تركيز شديد جدا على مباراه الاهلي والترجي التونسي، او بالاحق اعلاميا مباراه الترجي التونسي والاهلي في اياب الدور النهائي لدوري الابطال الافريقي، بما انها مباراه الترجي وستقام على ارضه ووسط جمهوره باذن الله يوم الجمعه القادم في الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. برحب ببدايه فقره الحواريه الاولى النهارده مع الكابتن صديق الجمال. كابتن صديق، برحب بيك، وانت احد نجوم النادي الاهلي في الفتره ما بين نهايه الثمانينات حتى بدايه التسعينات، فبرحب بيك في على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك كابتن محمد، واتشرف اكون مع حضرتك على قناه النادي الاهلي. طيب، بالتاكيد احنا عندنا احاديث كثيره في هذه المباراه، لكن اطلع لتقرير ثم نواصل الحديث مع ضيف النهارده كابتن صديق الجمال بعد هذا التقرير. قطع الأهلي شوطا كبيرا نحو التتويج بالأميرة السمراء بفوز مثير على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجيش في برج العرب بثلاثة أهداف سجلها وليد سليمان من ركلتي جزاء، عمرو السولية من جملة فنية رائعة، فيما سجل الجزائري يوسف البلايلي هدف الترجي الوحيد من ركلة جزاء. مباراة كبيرة قدمها أبناء القلعة الحمراء بالنظر إلى الضغوط الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتقهم، مثل حتمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، التخلص من سيناريوهات الأعوام الماضية التي كانت تجبر الأهلي على الذهاب إلى رادس محملا بنتيجة تجبره على تحقيق نتيجة معينة وإلا وداع البطولة، علاوة على ضغط المباريات وفقدان بعض العناصر الأساسية وتجهيز بعض المصابين في وقت قصير للغاية، هو ما تسبب في فقدان أحمد فتحي خلال المباراة بسبب تجدد إصابته. بعنوان الإصرار والجدية، واجهت كتيبة الأهلي طموح أبناء باب سويقة الذين حضروا إلى برج العرب أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في مباراة العودة، هو ما وضح من الاندفاع البدني طوال المباراة، لكن أبناء الأهلي كانوا على الموعد، حققوا نتيجة مرضية. مكاسب عدة حققها الأهلي من مباراة ذهاب، من أبرزها فك عقدة ملعب برج العرب أمام الترجي تحديدا لتحقيق الفوز للمرة الأولى عليه في هذا الملعب بعدما واجهه ثلاث مرات عليه في دور الأبطال، وكان التعادل سيد الموقف. لم تنتهي المهمة بعد، لكن أبناء القلعة الحمراء خرجوا من الشوط الأول النهائي في برج العرب بثلاثية ثمينة ستحتاج إلى القتال عليها في رادس أمام فريق متحفز سيقاتل على حلمه حتى النهاية، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور اللذين كانا وقودا أشعلوا ثلاثية العملاق القاهري على ملعب برج العرب. اهلا بحضراتكم من جديد، وبعد هذا التقرير اللي بيتكلم عن المكاسب الفنيه والاداء اللي ظهر به الاهلي بالامس امام الترجي التونسي، وتحديدا اللعب بالامس على استاد برج العرب وفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف وحيد. كابتن صديق الجمال، يعني اولا تعليقك على هذا التقرير والمحتوى الفني اللي بيتكلم على فوز الاهلي بالامس وقصر عقده ملعب برج العرب، ويمكن النقطه دي انا مش عايز اركز عليها قوي لان الارقام والتاريخ والاحصائيات في الجزئيات او المباريات النهائيه تحديدا ليست مقياس، لكن بشكل عام تعليقك على هذا التقرير. هي مش عقده، بدايه مش عقده، هي بس مرتبطه كلمه عقده بالملعب، ملعب برج العرب. تمام. النادي الاهلي الحمد لله اول فوز ليه على الترجي برج العرب. طبعا الاهلي قدم مباراه جيده جدا وتعامل مع اللقاء يعني باحترافيه، الكوتش بتاع النادي الاهلي كالترون، وقدر يقرا الجيم ويستعدله كويس جدا جدا، وعارف مدى خطوره الترجي ومدى قيمه الترجي. الحمد لله تعامل مع المباراه تكتيكيا باسلوب عالي جدا. في حاجات كتير ساعدت ادت لفوز الاهلي، عوامل كتير في المباراه. طبعا الخساره من المباراه احمد فتحي، لان احمد فتحي من الاعمده الاساسيه وقوه كبيره جدا في خط دفاع النادي الاهلي، وبالذات في المباريات الكبيره زي مباراه الترجي زي مباراه وفاء الصيف. طبعا الكوتش والجهاز الفني استعجلوا ان هم يشاركوا احمد فتحي، ما استنوش على اللقاء الثاني، لان اهم حاجه ان انت تحسمها في اللقاء الاولاني.
مباراة كانت قوية جدا جدا، كان لازم كان أحمد فتحي يشارك من البداية، وبرده كان ليه تقله إن هو بدأ المباراة من الأول ولحد ما اتصاب. النادي الأهلي في حاجات في الملعب فرقت عن فريق الترجي. بس قبل ما اخش في الامور الفنيه يمكن انا برضو عايز اكد على حاجه، لان كارتيروني امبارح قال في المؤتمر الصحفي لان حد وجه له سؤال بخصوص مشاركه احمد فتحي، قال احنا عملنا اختبار طبي لاحمد فتحي قبل المباراه ب 24 ساعه وظهر لائق وجاهز لهذه المباراه، وعنصر مهم جدا زي احمد فتحي بالتاكيد حتى اللحظات الاخيره لازم انتظر اشوف جاهزيته، وكان جاهز وشارك اكيد. لكن انت عارف الاصابه نصيب، يعني انت ممكن في التمرين بتصويبه او بتسديده ممكن تعرض للاصابه، لكن هي الفكره الجهاز الفني حريص جدا انه ما يلعبش باي لعيب وهو مصاب. انا مش بحمل الجهاز الفني، لا مش تقصدش، انا بس عايز انقل لك وجهه نظر الجهاز الفني في مشاركه فتحي حسب تصريحات كارتيرون بالامس. لا انا عارفها اكيد، انا طبعا الواحد الحمد لله عايش الحدث يعني والواحد مدرب ومرينا بالظروف دي أكيد. سواء لعيبه او مدربين، هما كان احمد فتحي كان في جهوزيه تامه للمباراه بعد الاختبارات الطبيه، وفنيا كان ان هو لازم يشارك، فعمر المدرب ما ينزله على حساب ان هو يفقده في المباراه الثانيه. بس عنصر خبره موجود، يعني نهار حسم اللقاء امبارح من ضمن الاسباب خبرات واحد زي وليد سليمان كان ليه تقله امبارح في الملعب، ما ينفعش حتى لو هو بنص اصابه ان هو يقعد بره، فاحمد كان وجوده في الملعب ضروري. انا بعفي اي حد يتكلم او على المدير الفني او الجهاز الفني باشراك احمد فتحي، بالعكس ده لعيب كبير وليه تقله في الملعب وكان لازم يكون موجود من البدايه، زي موضوع مثلا الشناوي ان هو كان فيه اصابه وكده، بس هو اجهز من شريف الفتره اللي فاتت فلازم المدرب يدفع فيه بالزبط. لو كان بدا شريف ولا قدر الله النتيجه كانت فيها ظروف عكسيه كان الجهاز الفني يتحمل اللقاء، فاحمد كان مشاركته ضروريه جدا جدا، ولما شارك برده كان في توازن في النادي الاهلي. البدايه بتفرق ان الفرقه كانت واقفه على رجلها بالذات خط الظهر، لو ما كانش بدا ممكن الحته اللي على الاطراف تبقى فيها هزه شويه. وهو كان مدي تقل لكوليبالي ومدي تقل لسعد سمير. انت بتلعب فرقه فيها ثلاث لعيبه جامدين جدا 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 اللي وفي الفرود الاساسي بتاع الترجي طه ياسين الخنيسي والثلاثه اللي تحتيه مميزين جدا جدا. الثلث الاخراني لو النادي الاهلي ما كانش مظبط دفاعاته كان ممكن يجي لك اي ضغوط في المباراه، ممكن لقد دارك اللي دخل فينا جون بدري. تتكلم على تحركات يوسف البلايلي وأريس البدري وكان انضمام فرانكوم من نص الملعب. وبرضو فرانكوم ما كانش بيتقدم، يعني في حتة نتكلم فيها تحسب هنوصل لجزء لمستر كالترون امبارح عليه ما خلوهوش يكمل. امبارح النادي الاهلي الاثنين الارتكاز عاشور والسولية ادوا اداء مميز جدا جدا وكانوا مميزين ومن ضمن اسباب فوز النادي الاهلي مع زمايلهم. السوليه كان بياخد واجبات هجوميه، هو اصلا عنده ميول هجوميه لانه فنيا عارف الحته اللي بيكمل بيها، غير حسام عاشور، حسام بيبقى لتحت شويه، هما الاثنين اللي في نص الملعب اللي عندهم ما ساعدهمش زي لعبتنا، عنده كوليبالي وكان عنده امبارح في نص الملعب اللي هو فرانكوم، الاثنين بيلعبوا على خط واحد، حتى الكابتن طارق دياب كان بيتكلم عليها امبارح، انما احنا كنا محررين السوليه بدليل ان هو لما بيلعب لقدام الهدف اللي احرزه من الكره العرضيه اللي عملها وليد سليمان مزبوط. وكمل معاه من كتر الشغل ان هو بيزيد جات له ذات في مكان كويس، دي فرق مع النادي الاهلي قدر يحرز هدف. طيب عايز اسالك برضو على مشاركه محمد هاني. البعض برضو قال محمد هاني هينزل لسه صغير في السن ويمكن حتى هو موجود في الفريق الاول بقاله سنوات كثيره وتواجد في احداث افريقيه مهمه، لكن مباراه الامس باحداثها بنزول محمد هاني شفنا فيه دفعه معنويه قويه جدا، نزل عنده حماس كبير، لعب بشكل جيد، قفل برضو الحته الدفاعيه مكان احمد فتحي في خط الدفاع. رايك في مشاركه هاني والاساسي والاحتياطي في الاهلي تحديدا؟ لا مفيش مستوى، مفيش كابتن محمد، مفيش حاجه اسمها ايه لسه صغير. النادي الاهلي نادي كبير، اللعيب اللي بيلبس الفانيله الحمراء لو حتى عنده 15 سنه هي ممكن تفرق فروق فرديه او خبرات صغيره بين احمد فتحي وهاني لصالح احمد فتحي، الخبرات كبيره جدا جدا ومشاركات كبيره جدا جدا، فاحمد هاني لو ما لعبش مش هيكتسب الخبرات دي. لما نزل امبارح كان عنده توازن في الحته الدفاعيه ومفيش اخطاء كتير، وبرده ساعده الاثنين اللي في نص الملعب اللي هم وفي الادوار كان مستر كالترون عاملها كويسه جدا. اسلام محارب ممكن الجمهور ما يشوفوش كويس، لا ده دفاعي ادى دوره بامتياز. ان الحته الدفاعيه النادي الاهلي لو ما كانش مامن حته نص الملعب الاثنين اللي هم الارتكاز، وبرده في واجبات دفاعيه للعيبه اللي هم الاطراف اللي قدام الباكين كان ممكن في اختراقات للنادي الاهلي. بس النادي الاهلي كان قافل على مفاتيح لعب الترجي وكان في سيطره واستحواذ كويس جدا جدا للنادي الاهلي، مديها ارتياحيه لمحمد هاني لما نزل، اديت ارتياحيه لايمن اشرف، كان في امتلاك والتوظيف في الملعب امبارح والواجبات اللي كان واخدينها لعيبه الاهلي. مستر كالترون يعني ادى المباراه بامتياز. ثبت كالترون امبارح على خط الملعب
شفنا نقطة مهمة جدا ناس ما يمكن البعض بركز عليها، للأسف المباراة كانت فيها أحداث الكل راح لحيتها، لكن احنا في نقاط هنركز عليها النهاردة عشان الناس تاخد بالها من نقاط ممكن تمر على كثيرين. كارتيلوني امبارح على الخط كان واقف في ثبات انفعالي، مركز كويس جدا في الملعب، خبراته كلها في أفريقيا، وحتى بهدوء الكابتن محمد يوسف جنبه كنا شايفين دكة الأهلي قاعدة هادية، حتى في التشاور هادية، صح. بصل الملعب كويس مركزه، وعلى الجانب الاخر كان امور ثانيه كانت بشكل مختلف خالص، بس انا عايز اتكلم على كارتيرون. الثبات الانفعالي اللي عند كارتيرون ده ازاي اتنقل للعيبه الاهلي داخل الملعب؟ ما هو الحاله بتاعت المدرب اكيد بتتنقل طبيعي للعيبه، سواء قبل المباراه او بعد المباراه، اثناء اللقاء، قبل اللقاء، في المحاضرات المعايشه اللي هي قبل المباراه، ما في عامل نفسي. انا لما اشوف المدير الفني بتاع هادي انا عندي هدوء تام، عندي تركيز عالي جدا جدا. انت لما تكون هادي هتفكر كويس، تركز كويس، هتقرا الجيم، تغييراتك مظبوطه. لو انت انفعلت، الانفعال ده بيتنقل للعيبه، بتهرب من الاثنين سواء اللعيبه او جهاز الفني، فهو بعيد خالص عن الحوارات والشوشرات. يعني الدكه بتاعت الترجي كان فيها توتر، عصبيه، دي اتنقلت للعيبه. يعني عجبني تصريح كابتن معلول مدير الفني نبيل معلول مدرب محترم جدا، اكثر تصريح من مدرب تونسي عجبني جدا جدا جدا. النادي الاهلي يستحق، وكان احسن على اغلب فترات اللقاء. ترجي لا ما يستحقش الفوز، وما اداش بالاسلوب اللي هو يليق باسم نادي الترجي. نادي الترجي نادي كبير وعنده بطولات وعنده لعيبه كويسه جدا. التوتر اللي حضرتك نقلته انت في الاول، بس انت مش قصدك على الجهاز الفني بتاع الترجي، تتنقل للعيبه. المدرب كان منفعل جدا، اعتراضات كتير على الحكام، اعتراضات كتير على الحكم المساعد، ده بيخلي اللعيبه جوه في انفعال ومفيش تركيز. الحاله اللي كان فيها كالترون اتنقلت للعيبه، تركيز عالي جدا جدا، تغييرات. لما احمد فتحي حصل اشتكى، انا متابع اول ما اتصاب، لما راح عند عدى الخط كان مكمل في كوره، عمل سبرنت في هجمه، بص كده سنه، قلت احمد فتحي هيغير على طول. يعني دي تحسها انت بتتفرج على الماتش مركز، يعني فهو عادي غير عادي. لا وحضرتك كان عايز اقول لك على حاجه، انت لعيب بهاري، انا لسه برضو عايز اتكلم في جزء متعلق بمشاركتك مع الاهلي في موسم 88 89. في تفاصيل كثيره جدا في حياه الكابتن صديق الجمال داخل النادي الاهلي هنتطرق ليها، بس انت عارفين طبعا الحدث دلوقتي مباراه الاهلي والترجي، فلازم استفيد بوجوده معانا النهارده ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي. ربنا يخليك. فالحاله بتاعت المدرب بتبقى لما يكون هو هادي كده بيبقى اسلوبه راقي في التغييرات، هدوء. اللعيبه حتى تبص من بره مفيش انفعالات، لو لعيب اخطا في حاجه بيوجه باسلوب كويس، لو جه عصب على حد هتلاقي الدنيا هربت زي ما قلت لحضرتك، من لعيب ومن مدرب. فحتى التشاور مع الجهاز الفني انا بحترمه جدا، لان مدرب على مستوى عالي، وبعدين المدرب اللي عنده ثقه بنفسه لما بيجي بيستشير الجهاز المعاون دي ما تقللش منه. اصل ممكن انا اتجاهل الجهاز المعاون، امال اسمه جهاز فني كامل ليه؟ ممكن يكون في رؤيه فنيه لحد من المساعدين هتفيدني جدا. لو انا خدت قرار انفعالي اثناء اللقاء ممكن اغلط، فمش عيب انا عندي قرار صح، بس اخد استشاره من الجهاز المعاون. وبرضه يوسف تحسب له عنده هدوء اعصاب، والجهاز المعاون الباقي المعلومه بتوصل باسلوب هادي جدا. كابتن يوسف حايز على بطوله افريقيا مرتين، مره كان مساعد مع الكابتن حسام البدر عام 2012 مباراه تاريخيه اللي اقيمت هناك في رادس، وعام 2013 هي الاصعب والاقوى والافضل للاهلي في البطولات الافريقيه، وكانت بطوله استثنائيه فيها مباريات صعبه كبيره. فالكابتن محمد يوسف يعني خبرات كبيرة. عنده خبرات كبيره جدا، وكادر تدريبي داخل النادي الاهلي مكسب كبير جدا كمان في التوقيت الحالي. اكيد طبعا، هو اي حد من ابناء النادي الاهلي بيتواجد في مكان زي ده اولا بيأدي زي اللعيب بالظبط، بيكتسب خبرات، لان البطولات او الخبرات اللي الواحد بياخدها زي ما حسام البدري اكتسب خبرات كبيره من مستر جوزيه. المعايشه والتدريبات والشغل والبطولات دي كلها بتعمل مدربين، مظبوط. واي حد يشتغل للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيضيف له كتير، بيدي له ثقه في التعامل، في التدريب، بيعمل مدربين وبيعمل اجهزه فنيه النادي الاهلي. طيب عايز اتكلم في الجزئيه المتعلقه بتقنيه الفيديو والفار بالامس قبل ما اخش في تفاصيل فنيه. هل شايف ده اثر اكتر على شكل المباراه الفني؟ لان الكل امبارح كان بيتكلم مباراه نهائي افريقيا بحجم الاهلي والترجي، الفنيات فيها ما كانتش عاليه قوي، وكانت مباراه حسب وصف المحللين كانت اقل من المستوى او متوسطه المستوى فنيا. هل تقنيه الفيديو وموضوع التحكيم هو اللي خد بالمباراه بالشكل ده، ولا بالفعل امبارح الفريقين كان عندهم تحفظ دفاعي بشكل كبير، او كل فريق عايز يطلع بافضل المكاسب؟ لا، الاهلي يختلف عن الترجي. قبل ما نيجي للفيديو، الاهلي كان عارف عايز ايه من المباراه، ونازل مركز، حاطط استراتيجيه المدرب للمباراه الاولى اللي هي في مصر. اول حاجه اللي لازم يعني توفيق ربنا ان احنا نسجل، وسجلنا، يعني جبنا هدف وجبنا الثاني وجبنا الثالث. في ناس بتشوشر على فوز النادي الاهلي، طبعا في نفوس ضعيفه يقول لك الحكم والحكام مش عارف ايه. النادي الاهلي اتظلم كتير، وافكرك بحاجات يعني سريعه زي انرامه
برضو في تونس لما جاب الجون في ايده والاهلي خسر بطوله. الاهلي ليه هدف مع وفاق سطيف في الماتش الاولاني واتلغى، كان ممكن الاهلي يخرج هناك. فاحنا ما بنقفش على الحته دي بتاعت ايه اللي يعلق على الحكم يعلق، او لو تحديدا بنتكلم على مباراه الاهلي والترجي يعني احنا لو هنرجع بالتاريخ بقى 2007 العرجون مع الاهلي والنجم الساحلي هنا عماد النحاس استاد القاهره تمام بتاعت الشهيتي 1-3-1 الاهلي والترجي التونسي هذا العام في دور الثمانيه دوري المجموعات، اول مباراه هدف صحيح لمروان محسن احتسب تسلل وكان الاهلي الاحق بالفوز صح. يعني ايد انرامو في 2011 ايده كانت واضحه جدا وهذا الفوز بص كابتن محمد الترجي المباراه النهائيه انا اسف اقطعك، جمال الشريف جابوا له ضربات الجزاء متحامل على الاهلي، حتى مره ابو تريكه ساله في لعبه قال له مش دي قبل كده كانت مباراه للنادي الاهلي، وقال قرار عكس ما قاله لما بيجي يطلع يحلل على القناه اللي بيحلل فيها. ففي ناس كتير متحامل على النادي الاهلي، بس النادي الاهلي طيب. الماتش اتحسب 3-1 جاب اهداف شرعيه ما ادى كويس ونزل عارف عايز ايه المباراه، حقق الهدف المرجو منه في الشوط الاولاني اللي هو اتلعب في القاهره. طيب عايز اسالك على تصريح كارتيرون لما قال فوز الاهلي يعتبر نتيجه جيده ولكنها ليست ممتازه، بحس اللاعب او بحس المدرب، شايف تصريح المدير الفني لفريق النادي الاهلي في هذا التوقيت للاعبين وللاجواء العامه بشكل عام قبل مباراه العوده؟ تصريح ممتاز جدا، الراجل عنده خبرات، تعرف يشتغل بافريقيا كتير مع فرق افريقيه وعنده خبرات وعارف يعني ايه المباراه الافريقيه بالذات لما يكون خارج ملعبك. الماتش اللي جاي يعتبر دوت الشوط الثاني، الاهلي حقق الشوط الاولاني، مفيش حد بيفرح او بياخد بطوله في شوط واحد مهما كانت النتيجة، لأن كرة القدم فيها كل شيء، وما ينفعش أنت تيجي تريح اللعيبة والناس تبقى في استرخاء والناس كلها الجماهير والإعلام المصري ولاعيبة النادي الأهلي إن إحنا كسبنا 3-1 خلاص ضمننا الصعود، فلما كانش يحفز اللعيبة يقول لهم إن في الشوط الثاني هيتلعب في تونس في استاد رادس يبقى النادي الأهلي يخسر كتير. فلازم النتيجة يعتبر أنا بعتبر إن ممكن يقول لهم النتيجة 0-0، المباراة اللي جاية لو ما دخلش فينا جوان 0-0 إحنا خدنا بطولة أفريقيا. ان شاء الله النهائي رقم 12 البطوله التاسعه تضاف لرصيد النادي الاهلي، وتصريح مميز جدا جدا من مدرب واعي وعنده خبرات كبيره. طيب عايز اتكلم على مش القدرات الفنيه لوليد ازارو، يعني القدرات الفنيه الناس كلها شافتها الموسم الماضي والموسم الحالي، لكن ذكاء المهاجم. امبارح وليد ازارو رسخ جزئيه للاعب او مهاجم في مصر تحديدا بنفتقده لسنوات طويله جدا، الذكاء، عنصر الذكاء. رايك كيف في ذكاء وليد والاخطاء او الكرات اللي قدر يستغل بها اخطاء او سذاجه المدافعين في فريق الترجي؟ وليد ازارو انا وجهه نظري فيه سواء سجل او ما سجلش، يعني ما في ضغوطات عليه لما ما يسجلش بتلاقي الناس برضو بتزوم عليه شويه، هو مهاجم مميز جدا جدا من راس الحربه لاي نادي او اي منتخب يتمنى يكون عنده لعيب زي وليد ازارو، لان محطه مهمه جدا جدا وبالذات في النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي، فرق جامد جدا جدا مع اي مدير فني يكون متواجد. محطه كويسه، عنده سرعات، عنده قوه. الحته بتاعت وليد السرعات اللي هو بيعملها في المباراه ممكن ما يسجلش، بس يعمل 5-6 سبرنتات بيضغط على الخصم، يخلق فرص، بيخلق مساحات، في حاجه اسمها خلق مساحه، بيخلق مساحات للاعيبه النادي الاهلي لما بيخش في العمق بيلعب الاثنين اللي في القلب المساكين، الاثنين بيروحوا معاه، بيبقى في المساحات اللي فوق الاطراف دي بتبقى كلها فاضيه، بيجي وليد سليمان، بيجي اسلام محارب، فهو قوه ضربه في هجوم النادي الاهلي. الضغوطات اللي عملها على لعيبه الترجي والحارس مرمى الترجي خد ضربتين جزاء، هو ده المرجو منه في اللقاء، كسب بيهم النادي الاهلي، مش ان هو ما سجلش يبقى هو بعيد، لا، ادى دور تكتيكي عالي جدا جدا بدليل رضا طبعا المدير الفني عنه ورضا جماهير النادي الاهلي عنه، لانه من ضمن الاسباب الفوز مع بقيه زمايله طبعا وليد سليمان ان هو كسبنا امبارح 3-1 بوجوده راس حربه مميز جدا ساعد كتير كتير في هجمات النادي الاهلي في الضغط على فرقه الترجي. تحركات وليد سليمان والمركز الجديد اللي قدر باتريس كارتيروني يكتشف بيه امكانيات وليد اكتر، لان احنا كنا عارفين امكانيات وليد بشكل مميز جدا، لكن وليد سليمان تحديدا هذا الموسم متوهج بيلعب بمزاج بيأدي بشكل مختلف. وليد ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب يعني، عامل مباريات كبيره جدا جدا، وزي ما بيقولوا ايه ساعات كده واحد بيبقى نجم الشباك زي ابو تريكه زي عبد الله السعيد. النادي الاهلي طبعا بيلعب جماعي، ما فيش حاجه اسمها نادي اللاعب الواحد، بس في فروقات فرديه. وليد من ضمن لعيبه النادي الاهلي اللي زي ما بيقولوا ايه رقم واحد دلوقتي، لانه بيسجل بيكسب النادي الاهلي، متواجد ضربات جزاء، كور ثابته، بيسجل اهداف، بيعمل ربط بين الحته بتاعت الثلث الاخراني مع الفرود وبيستلم من نص الملعب. وليد عمل الحاجات دي واكتر من دي ايام عبد الله السعيد لما كان اجي موجود
ولما كان ابو تريكه برضو لاهي ابو تريكه، بس هو دلوقتي الناس خدت بالها من وليد ان هو دلوقتي هو الموجود، هو رقم واحد. الجيل الذهبي، انت ناسي مباراه 2012 يا كابتن، ما انا بقول لك جاب هدف عالمي في الترجي هناك في تونس، جاب جون عالمي مع كابتن حسام بدري. بس ان المره دي هو اللي متواجد، يعني ايه برضو اسلام محارب بعيد شويه، مؤمن لما كان بيشارك بعيد شويه، وليد هو رقم واحد في الحته دي، مميز، فارق مع النادي الاهلي بطولات الافريقيه، فارق مع النادي الاهلي في بطولات الدوري. بسم الله ما شاء الله. انا بصراحه يعني حزين جدا ان الناس في المنتخب يا اما يعني مش شايفين، انا مش عايز اغلط، مش شايفين قدامهم او في حاجه تعوق ان هو يتضم المنتخب. بص يمكن هو بيعتذر ولا حاجه. هي بص لك على حاجه، احنا طبعا يعني وهي لا انا بتكلم وجهه نظري، هي وجهه نظر الجهاز الفني حضرتك يعني المنتخب. لا ما ينفعش يكون بره المنتخب، هو الطبيعي طبعا بامكانيات وليد بالاداء ده، حتى لو انت عايز تعمل معدل اعمار سنيه للمنتخب، بس في نفس الوقت انت عندك لعيب خبره بالامكانيات دي، استفيد منه حتى لو في فتره معينه. كابتن لو عنده 40 سنه اي حد في المنتخب، وجهه نظر الجهاز المنتخب يا كابتن، لو عنده 50 سنه مش 40 سنه، اللي مش شايفه في اتحاد الكوره، في اتحاد الكوره ملوش دعوه طبعا، الجهاز الفني اللي بيختار، يبقى الناس دي انا مش عايز اقول كلمه حد يزعل مني، لان اللي ماسكين المنتخب كلهم زمايلنا. هي وجهه والناس نظر. لا لا بس انا زعلان، وهو بس انا عاجبني فريق حاجه اقول لك، بس اقول لك حاجه يا كابتن صديقي، انا عاجبني حاجه في وليد بصراحه. كل الكلام ده اللي بيتقال ممكن تحبط لاعب لما بيكون مستواه عالي قوي والجهاز ما بيضموش جهاز المنتخب، لكن وليد عنده القدره انه يفصل نفسه عن كل الكلام ده، وبيزداد توهجا وبيلعب بشكل جيد وبيكثف فرقته، عشان هو فرق بس اسمه. حرام يكون بعيد عن المنتخب. لا اكيد ان شاء الله الفتره القادمه حقه يا كابتن الشرعي، لان هو ده بيلعب مباراه افريقيه اقوى من المباراه اللي بيلعبها المنتخب. المنتخب الفتره اللي فاتت لعب الفرقه مرتين اللي كسبها دي، اللي هم نسيت اسمها حتى، اسواتيني يعني اسواتيني ولا بلاتيني، فرقه عاديه جدا يعني مش هيلعب مثلا منتخبات كبيره. طيب. يعني لازم وليد يكون موجود، هيلعبوا تونس. روح التفاهم والتعاون اللي موجوده بعد الماتش، كانت في لقطه مميزه جدا بين وليد سليمان ووليد ازارو. حتى الكلام كان همسات بسيطه كده، بيتكلموا مع بعض، تحس ان في لا في فكره، في كيمياء، في كيمياء بين الاثنين، وفي طريقه معينه تكتيكيه الجهاز الفني، لان حتى لما وليد احرز ضربه الجزاء اللي جت بيها الهدف الثالث، كارتيرون شاور على دماغه وقال له ده الذكاء، يعني لا في افكار وفي حاجه داخل الفرقه. وبص الفتره دي الاهلي بيعيش حاله كويسه رغم الظروف المحيطه بيه، الاهلي عنده اصابات كتير، يعني شوف لما اشرك فتحي برضه عشان محتاجه، وكان كويس فتحي ما اختلفناش، فالاهلي كان فيه ضغوطات كتير، بس رغم هذا الحمد لله، الحمد لله ربنا يحفظهم الفتره اللي جايه، في تفاهم، في انسجام، في تكتيك في الملعب للمدرب، اللعيبه بتستوعب، بيأدوا كلهم، تحس ان الخطوط قريبه، في التزام تكتيكي وفي مرونه تكتيكيه عند المدرب، الحاجات دي كلها بتأدي لنجاح تيم النادي الاهلي، في شكل في الملعب. الراجل ده يعني اول ما جه ممكن برضو الظروف يعني ايه كان لسه طريقه اللعب وبتاع، عنده مرونه تكتيكيه لعب زي ما الاهلي كان بيلعب قبل كده، لان لو حط بدماغه عايز يلعب بطريقه جديده كان هيخسر كتير. فبعد ما الاهلي حصل له ضرب في الاول لما بعد الكابتن حسام ما مشي والظروف الافريقيه، بعد ما استلم بعد الماتشين ابتدي يمشي مع سيستم النادي الاهلي، بقى الكيرف بيعلى سواء في الاداء او في النتائج. طيب الناحيه التكتيكيه في كارتيرون وادارته للفريق النادي الاهلي، هل بيعتمد اكتر على الاستحواذ، نقل الكرات وبتعمل باصات بشكل اكتر، ولا نقل الهجمه من الدفاع للهجوم بشكل اسرع؟ ايه النظريه اللي انت شايفها في اداء كارتيرون مع الاهلي في المباراه الاخيره؟ هو اداء مستر كارتيرون مع النادي الاهلي، هو بيحب الحته اللي هي اول حاجه لما بيلعب بيقرا الجيم حسب الخصم اللي قدامه، لما بيلعب مع الترجي غير مثلا ما بيلعب مع الاتحاد اسكندريه، بيلعب مع الاتحاد غير ما بيلعب مثلا مع الزمالك او مع الفرق اللي هي، بيحط استراتيجيه لكل مباراه. هو من النوع اللي بيحب يامن دفاعاته نص الملعب بقى عنده تحفظ شويه، وبرده بيحب يلعب الكره السريعه لقدام في انطلاقات ازارو، تحركات وليد، تحركات اسلام محارب، فمن ممكن ما يحبش يستحوذ كتير. في مدرب يحب ايه زي مثلا المدرب بتاع دجله، عايز ينقل الكره من ورا يقعد نص ساعه يحضر ماتش الزمالك راح داخل فيه 2 3 4، ده بيعرف يوصل ازاي من اقرب طريق. الحته اللي هي زي لما صلاح كده مع المنتخب مره مرتين ثلاثه تلاقي نفسك بتسجل او انت قريب من الحته بتاعه الخصم. المدير الفني اليوناني تاكيس كونياس. ايوه. فانما مستر كالترون ممكن ايه ما بيستحبش يعني بيحبس الاستحواذ اللي هو يكون سلبي، هو بيحب الاستحواذ الايجابي اللي مره واثنين ثلاثه ممكن تنتهي بهجمه نجيب جون قدام. هينقل كتير في نص الملعب ويبقى استحواذ سلبي مش هيفيده بحاجه، فهو بيحب يلعب الكرة اللي هي اللي قدام عشان يبقى فيها ناتج ايجابي، اللي هي يبقى فيها اهداف. انما عمرك ما يستحوذ ورا وتنقل كتير وتحضر كتير، هتقعد فتره كبيره يكون الفرقه اللي قدامك قفلت الدنيا كلها عليك. هو عنده طريقه لعب مميزه جدا جدا، وحسب اللقاء بيحط التشكيلات المعينه، حسب اللقاء بيحط الناس. يعني ساعات صلاح محسن يقول لك ايه مثلا هبدا بيه
ساعات مثلا ازارو، ساعات مروان محسن، الحته اللي في نص الملعب ممكن فيها ماتشات. لما نيجي الماتش الترجي اللي جاي اقول لحضرتك ممكن يلعب ازاي، في حاجات بتتعمل في نص الملعب بس حسب ظروف المباراه وحسب انت بتلعب مين. تمام. طيب برضه عايز اتكلم في جزئيه المتعلقه بالاداء الدفاعي للجنبين الطرفين مع الباكات. امبارح اسلام محارب كان بيلعب على جزئيتين، تكمله الناحيه الهجوميه وايضا كمان الدفاع بجوار ايمن اشرف. الناحيه الثانيه كان احمد حمودي في الشوط الاول ثم مشاركه ميدو جابر في منتصف الشوط الثاني. الدور الدفاعي للاطراف مع الخط الدفاعي الخلفي شايفها ازاي، والنقله الهجوميه للدفاعيه ازاي بترتد عشان قدر الامكان تحافظ على دفاعاتك بشكل جيد؟ النقله الدفاعيه بتاعت امبارح بالنسبه للاطراف اللي قدام الباكين قدام ايمن اشرف ومحمد هاني لما نزل كعملها اسلام محارب وعملها حمودي، عملوها باسلوب جيد جدا جدا. حمودي متواجد الفتره الاخيره وكارتيرون برضو عاد اكتشافه بشكل مختلف. اكيد لان بينزل يؤدي دور دفاعي هو المدرب عايزه. بيؤدي دور دفاعي، الناس دي لو ما كانتش عامله ستاره مع اللعيبه الاثنين الارتكاز في نص الملعب زي ما قلت لحضرتك من الاول كان هيدوا ارتياحيه لعيبه الترجي. الناس دي لما كانت بتقفل امبارح على الاطراف قدام الباكين بتوعنا عملوا كتره عدديه في نص الملعب، اغلبيه الاستحواذ كان للنادي الاهلي. هم ما فيش ليهم مساحات، هم كانوا مقيدين باسم فرانكوم ده وبالتاني كولوبالي اللي جنبه، بدليل ان هم ما كانوش متواجدين قوي فرانكوم على حاجه بسيطه لان كان عندنا تحس ان هم كانوا ساقطين في خط دفاعاتهم. وده ضر الترجي، ملوش شكل الترجي، ما اشوف يعني فنيا الترجي من اقل مبارياته، يعني الحاجه الوحيده الحسنه ضربه الجزاء عملت لهم شكل، لان النادي الاهلي مسيطر، النادي الاهلي مقفل، فالطريقه اللي بيلعب بيها كالترون وزي ما قلت لحضرتك حسب الخصم اللي قدامه، في مباريات اقل من الترجي هتبقى فنيا واهميه لان ده نهائي بطوله افريقيا. فكالترون كان مامن نفسه الحتت اللي هي الدفاعيه من نص ملعبه، لما بنستلم وفي استحواذ معانا بننقل الهجمه بسرعه. في الثلث الاخراني كان بيعملها وليد بامتياز، الجون اللي جابه عمرو السوليه، عمرو السوليه مكمل من نص الملعب، وليد كمل بقى ناحيه الوجه. اول هدف ليه في البطوله الافريقيه عمرو السوليه. وما شاء الله هو عمرو من ساعه ما جه النادي الاهلي عنده الحته الهجوميه يعني اعلى من الحته الدفاعيه كمان، بس عشان ظروف النادي الاهلي والحته دي لازم هو يكون متواجد مع عاشور. بس في ماتشات احنا محتاجين نهاجم فيها كتير حسب الخصم اللي انت بتلعبه، فمن ضمن الحاجات اللي هي فيها مساحات وليد كان بيكمل، ازارو طبعا بيلعب في الحته اللي فوق في مساحات، لما اسلام محارب لقى مساحه بيكمل اول ما الكره بتترد لازم يرد نص ملعبه، نفس الكلام حمودي، فدي فرقت مع النادي الاهلي، عمل التوازن في نص الملعب. طيب عملت شكل كويس للنادي الاهلي، ما كانش فيه اختراقات علينا كتير، جم هجمتين بس للترجي، واحده انفراد اللي شالها الشناوي وفي كره ثابته اللي هي شاطها اللي هو المدافع اللي هو المساك الثاني. تمام. طيب القدره بقى للاهلي خلال مباراه العوده ان شاء الله، يعني ما بين مباراه الذهاب والعوده اقل من اسبوع، كيفيه تعامل الجهاز الفني الاهلي مع الناحيه النفسيه والتعامل النفسي مع الفريق والاعلام والجمهور للتحضير للمباراه القادمه، شايفها ازاي؟ ولو تضع نفسك مكان كارتيرون الحته النفسيه خلال الاسبوع ده. الحته النفسيه المدير الفني النادي الاهلي عاملها بامتياز، بدليل التصريح اللي قاله مش عايزين نفرط في المكسب عشان لسه في شوط تاني في تونس، فاكيد الحته النفسيه العامل النفسي هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي، كان المباراه 0-0، النادي الاهلي هيخش المباراه كانه متعادل ان شاء الله يقدر يكسب. المباراه اللي جايه عايزه تكتيك معين، طبعا نفس التحفظ الدفاعي واللي هو بتاع لعيبه الوسط، انا من وجهه نظري ممكن احتمال يعملها انه يلعب بثلاث ارتكاز، انه يلعب هشام محمد ويلعب السوليه ويلعب حسام عاشور. مع الوضع في الاعتبار هشام يعني غاب عن مباراه الامس بسبب الاصابه، يعني موضوع الحاقه بمباراه العوده غير مؤكد. احتمال على اساس ان هو بيلعب في نص الملعب، بنعمل ساتر في نص الملعب قدام الناس المدافعين، فعدم وجود احمد فتحي لازم نامل حته دفاعيه في نص الملعب. هاني لعيب كويس جدا جدا بس محتاج خبرات كتير بالذات في الماتشات الكبيره، لان احمد عنده توازن وعنده خبرات كبيره، بس هاني محتاج الفتره اللي جايه باذن الله لما يلعب كتير هيزيد، بس المباراه اللي جايه عشان ما تبقاش كبيره عليه هو قدها طبعا. قدها باذن الله فعلا. قدها وقدوه طبعا ان شاء الله. بس لو المدير الفني لعب ثلاثه محور اللي انا بقول لك عليه السوليه وهشام محمد وحسام عاشور هيعمل ساتر في نص الملعب، واحنا اي حاجه هتيجي قدام لو في مساحات عند الترجي انا متفائل ممكن نسجل في اي وقت، بس الحته اللي ورا الكوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف ومحمد هاني، محمد هاني ان شاء الله باذن الله الثلاثه اللي في نص الملعب هيظبطوا الدنيا مع خط الظهر. طيب لو ما يجيش فينا جوان في الاول تمام، بس في جزئيه يا كابتن صديق برضو محتاج افكر وانا بتكلم على التشكيل واشوف اداء كارتيرون حتى في المباراه اللي خارج مصر.
نفس التشكيل ما بيغيرش النظريه بالنسبه له، سواء مباراه على ارضه او خارج ارضه بيلعب بنفس التشكيل بنفس السيستم. يعني ممكن يلعب بنفس التشكيل ده؟ انا لا انا بسالك يعني انا من خلال متابعتنا الكاتيرون ما بيغيرش كتير قوي في التشكيل، يعني حتى مباراه وفاق الصيف نفس التشكيل اللي لعب هناك مع وفاق الصيف خارج مصر هو التشكيل اللي بدا هنا حتى مع مباراه الترجي، ما بيغيرش الا في اضيق الحدود لو في لعيب مصاب. ما هو في حاجه كويسه، المدرب لازم يكون عنده مرونه تكتيكيه. يعني ايه مرونه تكتيكيه؟ نفس التشكيل ممكن يلعب، انا ملعبه في مصر الناس شايفه ان انا ملعب الفيرويد وفي ثلاثه تحتيه المرونه التكتيكيه ان هم عندهم الحته الهجوميه في ماتشات لازم اديهم واجبات هجوميه بنسبه 70% 80% الوظائف الدفاعيه والهجوميه. نفس التشكيل هيقلبوا بقى ازاي الناس دي؟ لا في واجبات لورا الحته الدفاعيه بنسبه 60% نقلبها او 70% الحته الدفاعيه 30% لما نستحوذ نعمل الدور الهجومي تتقطع نرد نص ملعبنا. دي في مرونه. اللعيبه كمان عندها فروقات فرديه، لعيبه النادي الاهلي حتى لو واخده واجبات دفاعيه زي السوليه واخد دفاع يعني واجب دفاعي بنسبه 90% او 80% في نص الملعب، بس في حته هجوميه عنده الفروقات الفرديه اللي عنده ان هو ممكن يطلع يكمل هجمه، ممكن يشوط، ممكن يلعب بالراس، ممكن يكمل في كره عرضيه، عملها احرز منها هدف. فدي لما تتعمل خارج ملعبنا هتدي برضو ارتياحيه للمدرب ان اللعيبه اللي حاططها في التشكيل عندها حلول، الحلول اللي هي الفرديه اللي لما يكون الكوره معانا هيطلب منهم واجبات هجوميه. اللعيب اللي بيأدي هجومي ودفاعي اسلام محارب بيأديها بامتياز، حمودي بيأديها كويس جدا جدا، وان كان ممكن يكون في دور اساسي بس ممكن يكون مكان حمودي تحديدا في تونس ميدو جابر اكتر. بص لا حضرتك انا من وجهه نظري ميدو جابر وحمودي يبقوا على البنك على الدكه ويلعب هشام محمد ثلاثه محور. هشام طبعا الماتش تقيل هناك ان شاء الله ما يخشش فينا جوان اول ربع ساعه. الترجي زي ماتش الصيف بيستحوذوا بنسبه 70% بس احنا لما جات لنا الكور اتعاملنا معاه وليد جاب هدف. فالنادي الاهلي في الحته دي يعني ممكن نسجل في اي وقت بس بشرط ما يجيش فينا جون يهز الناس يهز الدنيا كلها ويعمل توتر للناس اللي بره والناس اللي جوه. لا كل ما الوقت يعدي واحنا ما فيش اهداف تيجي فينا باذن الله احنا اللي هنجيب. تفرق معاك كمدرب وانت بتحضر لمباراه العوده في غياب لشمس الدين الزوادي احد الركائز الاساسيه في خط الدفاع؟ أنا ايضا فرانكوم لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي واللي ليه دور كبير جدا مع الترجي في التاهل للنهائي الافريقي خلال المباريات الاخيره. ايضا غياب ايمن بن محمد اللي خلال الفتره الاخيره غاب حوالي اسبوع 10 ايام لسه قدامنا اسبوع مباراه العوده بس مش مؤكد بس احتماليه غيابه لسه مستمره كباك ليفت اساسي. شايف الغيابات دي مدى تاثيرها وانت بتحضر كفريق للاهلي للمباراه دي؟ كويس نتكلم على اللي لعبه اللي هو فرانكوم والشمس الدين. شمس الدين بيلعب في قلب دفاع لعيب كويس جدا واخد بال حضرتك بيأدي دور دفاعي كويس وبيطلع في الكور الثابته فطبعا لما ده يغيب مكسب للنادي الاهلي. اللاعب المحور اللي هو فرانكوم لما يغيب عن نص الملعب هيدي برضو ارتياحيه كويسه لحسام عاشور والسوليه لانه برضو لعيب رخم شويه بيستحوذ وقوي وبرضو بيمرر حتى لو ما بيكملش كتير في مصر كان هناك كان هيكمل لان ملعبه في وسط جماهيره في وسط لعيبته هيبقى في عنده فرصه ان هو يبقى في الثلث الاخراني يكمل. هنا كان في حرص ان عارف بيلعب بره ملعبه بيلعب مع النادي الاهلي نادي كبير في وسط جماهير في مصر فكان في تحفظ عنده في الدور بتاعه فالحمد لله ربنا ريحنا من الاثنين دول هتبقى كويسه ايجابيه للنادي الاهلي وبالذات لاعب الوسط رغم ان قلب الدفاع قوي بس قوي بره ملعبه لان كان عليه ضغط وبيدافع كويس فملعبه اي حد هيلعب هناك سيرد باك لان هما احنا مش هنضغطهم كتير فبرضه هتدي ارتياحيه للمدرب اي حد يلعب مكانه انما اللي هو هيخسره فعلا لاعب الوسط المدافع فرانكوم اللي بيلعب اساسي فارق معاهم انا اتفرجت عليه في المباراه اللي كسبوها 4-2 اما بطل انجولا كان بيكمل الترجي كان هيطلع الحارس ده باسمه بن شرفيه معز لا اللي كان بيلعب بطل انجولا كان رامي الجريدي دخل فيه جونين رامي الجريدي الحارس كان رامي الجريدي مسك الكره في ايده دخل فيه جونين كان ممكن يطلعوا هناك اسمه ايه فرانكو ده فرانكو عامل مباراه كبيره جدا جدا ووصلهم قدروا يحرزوا هدفين بعد ما كانوا متعادلين ففي تونس بيبقى مميز جدا فالحمد لله ان النادي الاهلي ارتاح من الاثنين هو طبعا برضو بس انت كسبت الترجي بس انت كسبت الترجي 3 من الاثنين وموجودين انا معاك بس كابتن محمد في لعيبه لما تكون في ملعبهم بتفرق بيبقى عندهم برضو باور غير بره ملعبهم انا لما اجي العب مع الترجي هنا شوف النادي الاهلي كله مثلا مع التحفظ عايز يهاجم هناك صعب جدا تلاقي مثلا الباكين يطلعوا يعني في ماتش الصيف احمد فتحي لما هو ووليد كانوا نجوم المباراه احمد فتحي كان بيلعب على اخطر واحد في الصيف كان معاه واحد تاني بيزيدوا عليه بس احمد قوي. طب عايز اقول لك على مفاجاه اتفضل الترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام خارج ارضه
لم يدخل سوى هدف واحد في مرماه، خارج أرضه لم يدخل مرماه سوى هدف وحيد، على أرضه دخل مرماه 7 أهداف. ترجي الفترة اللي فاتت أسوأ حالاته في سواء في أفريقيا أو في الدوري التونسي لحد ما غيره الكابتن فوزي البنزرتي. هو خالد بن يحيى؟ لا كان خالد بن يحيى. لا جه بعديه. بتتكلم على الموسم الماضي. الترجي السنه دي كان مهزوز جدا، اتظبط الماتش الاخير بتاع 4-2 ولما وصل للنهائي مركز. بس مش ده الترجي، الترجي عنده افضل من كده بكتير. زي اول ماتشين للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه، النادي الاهلي كان فيه توتر، تحس الفرقه كان فيه ضياع شويه بتمر بيها اي فريق، لحد ما جه المدرب الاجنبي والنادي الاهلي اتظبط ومشي على الطريق الصحيح. دي ما تقللش من المدرب اللي قبله في النادي الاهلي، بس اي فرقه بيحصل لها دروب. ترجي كان بقاله ماتشين ثلاثه كان في دروب عنده، كان ممكن يطلع من البطوله. بس الترجي في ملعبه برضه بيجي فيه اهداف، الحته الدفاعيه عنده قليله، الحته اللي في القلب فيها مشاكل في خط الدفاع وحارس المرمى، مشاكل جامده جدا. ده لانه غير الحارس الاساسي اللي لعب على مدار البطوله بالكامل. يعني رامي الجريدي على فكره ده حارس مرمى نادي الصفاقسي التونسي، ولعبنا قدامه مباريات عديده حتى امام الزمالك والاهلي في البطولات الافريقيه. اول موسم ليه مع الترجي كان الموسم الحالي، جاء في شهر 7 الماضي. كويس. منذ ان اتى الى قلعه نادي باب سويقة نادي الترجي التونسي اصبح الحارس الاساسي ولعب كل المباريات. فجاه بعد الاداء المهتز الاخير ليه، صح، لعب معز بن شريفيه هو الحارس الخبره القديم لمنتخب ونادي الترجي التونسي. انا معاك، هي عامله زي شريف والشناوي، يعني زي شريف والشناوي. يعني شريف في البطوله العربيه ما كانش متوفق رغم ان ادى كويس. شريف حارس مميز جدا جدا، حارس منتخب مصر وحارس النادي الاهلي، بس الماتش بتاع بس حظه. انا كنت حزين جدا اقسم لك بالله، الماتش اتفرجت عليه بتاع الوصل الاماراتي، حظه وحش، راجع في ظروف صعبه، كان في 3-4 لعيبه غيابات. الشناوي مثلا لعب ما توفقش في ماتش، الشناوي رجع تاني لان هو حارس مصر الاول. تمام. وما تفرقش معاه ان سبب في هدف، ما كانش عنده توازن في ماتش او ماتشين، بس رجع لان هو اقرب من شريف فدخل على طول. الهلال عنده حراس متميزين بصراحه، طبعاً يعني طبعاً فينا الاثنين كانوا موجودين في كاس العالم. اي حد يلعب يا كابتن، بص النادي الاهلي الحراس مميزين جدا على مستوى عالي، واي حد يلعب فيهم تبقى انت مطمن. بس انا بقول لك الفرق بين هنا وهنا، الترجي بقى لما حصل دروب للحارس على طول غيره الماتش اللي فات، لان دخل فيه جونين مسكوا الكوره وسابها فعلا. فالجهاز الفني قلق ما عندوش ثقه فيه، راح ملاعب الحارس ده. والتوفيق بيلعب دور كبير جدا، كان لازم مع حارس المرمى طبعا تحديدا. طبعا كابتن، بص الحارس زي راس الحربه، هو نص الفريق. بص راس الحربه لما بيرجع، كابتن الخطيب ربنا يديله طول العمر، لما كان يغيب ويرجع الملعب ماتش المرسى التونسي كان في لعيب بيلعب مكانه وهو بس عارف، كابتن الخطيب قاعد بره مش عارف يبص، لما بينزل بيجيب جون. ليه؟ بينزل الملعب معاه جون في جيبه. تمام. هو الفيرود كده زي الحارس، يرجع اللقاء ما يخشش فيه جون ركب، بالذات في نادي الاهلي. طبعا. كابتن ثابت الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن شوبير، اللي كان بيركب فيهم تاني استنى بقى لما ايه ياخد فرصته. فطبعا هنا لو شريف، الجهاز الفني طبعا ليه كل التقدير والاحترام، لو لا قدر الله في حاجه في الشناوي شريف اداه وقدود، في حاجه في شريف الشناوي اداه وقدود، لان عندنا سوى كبيره في الحراس بتوعنا، عكس الترجي لما غير الحارس شاله عشان دخل فيه جونين. طيب برضه عايز اتكلم معاك في جزئيه الجمهور، لان برضه في سياق حديثنا الفني ما ينفعش انسى موضوع الجمهور، لان الجمهور امبارح كان ليه دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي وعامل الحسم في التشجيع والمؤازره والمسانده. وحتى كابتن محمد يوسف امبارح في تصريحاته قال اول ما نزلنا لملعب برج العرب الحماس والغيره والشكل، كنت الواحد كان هيدمع من حماس جمهور النادي الاهلي في الملعب. أكيد. شفت الجمهور ازاي امبارح في الملعب وحماسه مع الفريق؟ الجمهور يا كابتن بتاع النادي الاهلي بيقول لك الجمهور رقم 12، جمهور النادي الاهلي رقم 1. بيدي باور كبير جدا جدا لعيبه النادي الاهلي، بيدي الجهاز الفني، بيدي مجلس الاداره. فعلا جمهوره حماه، يعني هو اللي بيحمي الفرقه في امر الظروف اصعب اللحظات، بتلاقي جمهور النادي الاهلي من العوامل الاساسيه للمكسب. امبارح المنظر اللي استاد في برج العرب، جميل راح قبل المباراه، في ناس قبلها بيوم، في ناس بايته في الشارع عشان تجيب تذكره المباراه، راح يشجع من قلبه. هو رقم واحد النادي الاهلي، لا غنى عن جمهور النادي الاهلي، يعني هو بيخلي اللعيبه، معلش يعني لو واحد لا مؤاخذه ماشي اتخبط خبطه تلاقيه بيكمل في الملعب، بص في الجمهور كده بس انا بيزوم من فوق، حماس غير عادي، وبالذات جمهور النادي الاهلي، جمهور واعي، جمهور مثقف، عارف امتى بيشجع النادي الاهلي، امتى بيقف ورا الفريق. يعني في ظروف بيمر بيها النادي الاهلي بتلاقي الجمهور بيشد من اصله بيرجعه تاني. في جماهير تانيه ممكن تضغط على فرقتها لو حصل اي دروب او كده يوقعوا اي فرقه، لجمهور الاهلي بسم الله ما شاء الله. طبعا لانه كمان ليه دور كبير جدا معاك، لان انت كنت بتتالق بشكل كبير جدا في موسم 88 89 قدام الزمالك. طبعا والجمهور كان بيبقى ليه سحر. طبعا جمهور الاهلي يعني حظه تعيس،
اللي ما يلعبش قدام جماهير نادي الاهلي. يعني انت عارف النادي الاهلي لما تخش الاستاد كده استاد القاهره ب 80,000 و90,000 بالذات ماتشات الكبيره ماتشات الزمالك مثلا حاجه تفرح. كان بيدينا مش عايز اقول لك وتعال اتفرج على التمرين. يعني الاهلي لما كان بيمر بظروف صعبه مثلا تلاقي الاستاد التتش اتملى. لو الاهلي في اسوء حالاته اول ما الجمهور يجي النادي الاهلي بيتقلب 360 درجه. ما لا غنى عن جمهور النادي الاهلي، جمهور عظيم، جمهور كبير. وبصراحه اي حد لعيب كوره يتمنى يلعب تحت تشجيع جماهير النادي الاهلي. مشهده امبارح في برج العرب وامتلاء الاستاد بشكل كبير جدا في المساحات المخصصه من قبل السلطات المختصه ان الجمهور يحضر بحضور 60,000 متفرج وموجودين في الملعب قبل المباراه بخمس ساعات وست ساعات. حتى في صور الناس شافتها اطفال صغيرين اول ناس دخلوا استاد برج العرب قبل المباراه بسبع ثمان ساعات. يا كابتن بقول لك فرحه ما بعدها فرحه انك تشوف الملعب متزين كده بالجماهير والجماهير راحه فرحانه وعندها ثقه في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي ان هم هيكسبوا وهيصعدوا. الناس بقول لك اللي بيدور على التذكره مش لاقي، جابوا مشهد في ناس بايته جنب الاستاد برج العرب، في ناس عند استاد اسكندريه رايحين عشان ياخدوا تذاكر، في ناس في النادي الاهلي في مدينه نصر، في النادي الاهلي في الجزيره، في نادي في استاد اسكندريه عشان يجيب تذكره يخش بيها المباراه. الناس سعيده، ده عرس يعني فرح كبير. نهائي النادي الاهلي النهائي رقم 12 البطوله التاسعه، كل واحد بيتمنى ويحلم ان يكون متواجد في يوم زي ده. اكيد يا كابتن صديق، لكن عايز اطلع فاصل وبعد الفاصل في تقرير مهم جدا مع جماهير النادي الاهلي وانطباعاتهم عن مباراه الامس بين الاهلي والترجي وفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف وحيد، ثم بعد الفاصل والتقرير نواصل حديثنا مع الكابتن صديق الجمال. ولا اي كلام تاني، خلصانه بامر الله باذن الله لفريق النادي الاهلي في تونس. كابتن صديق، اراء الجماهير وفي اراء متباينه، لكن في امور فنيه الجمهور اتكلم فيها، تعليقك على راي الجماهير في مباراه الامس. في اخ مشاهد اتكلم، يعني هو انا بحيي طبعا عنده فكره، يعني الفتره اللي كان الاهلي كسبان فيها 2-0 هو بيقول لك المفروض الاهلي يستحوذ، يعني هو عنده حق برضه في جزئيه النتيجه 2-0 كان الاهلي لازم يهدي اللعب شويه، حد يمسك كوره تحت رجليه بحيث ان هم ما يبقاش فيه سرعات ممكن نضغط علينا ممكن يجي فينا اهداف. فلما احنا نستحوذ هنمتص الحماس بتاعهم لحد ما الريتم يهدى شويه. برضه انا بحييه على وجهه نظره، عنده حق، كان لازم بعد مثلا النتيجه 2-0 تمسك كوره شويه لحد ما ايه الحماس والروح العاليه بتاعتهم ان هم عايزين يعوضوا تقل شويه. طول ما الكوره معاك هو بيحبط شويه، فانا بحيي طبعا اغلبيه طبعا الجماهير. طبعا الجمهور عايز ايه؟ يتمنى كل شيء، عايز هجوم، عايز دفاع، عايز تسجيل اهداف. بس طبعا اللقاء بيحتم على المدرب غير الجمهور بيفكر فيه، في حسابات ثانيه، وانا بحترم طبعا وجهه نظرهم تحترم، لان جمهور الاهلي عايز الاهلي في احسن حاله، صوره حلوه جدا، بيدافع وبيهاجم وبيسجل. بس طبعا اللعب شيء والواحد اللي هو عايزه اللي بيحلم بيه حاجه ثانيه. بس الجمهور الاهلي فاهم وواعي وفاهم طبعًا كويس جدا. طبعا ما هو بدليل ان الراجل اللي قال لك دلوقتي ايه استحوذ هو كسبان، ما هو ده برضه حاجه مميزه ان الراجل بسم الله ما شاء الله فاهم يعني. طبعا بقيه الجماهير واحد قال لك خلصانه، خلصانه بالشياكه يعني الموضوع انتهى. انا طبعا مش معاه لان لسه في ماتش ثاني. بتمنى طبعا اي حاله ما توصلش للعيبه وبالذات يا كابتن التواصل الاجتماعي والنت والسوشيال ميديا ممكن اللعيبه تهتز بالكلام تتاثر. عشان كده بقول لك التحضير النفسيه للمباراه نفصلهم بعيد خالص عن الحته دي. ودي الخبرات اللي جوه فريق الاهلي، ودول الخبرات بقى يا كابتن صديق، شريف اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، احمد فتحي، يعني حتى لو مش مسافر معاهم لسه هنشوف برضو موضوع سفر. لا ممكن يعني كمان لا خبرات اللعيبه ديت ازاي كمان تحتوي باقي الفريق، لان حصل اجتماع قبل مباراه الذهاب اللي اقيمت بالامس ما بين اللعيبه داخل فندق الاقامه واجتمعوا مع بعض واتكلموا عن الماتش والدوافع والفوز وازاي ان احنا ازاي نسعد جمهورنا في مباراه الامس. حملوا بقيه اللعيبه بالظبط يعني الجمهور دي ما بقى الخبرات اللي في الفرقه ازاي يستغلوها ويشتغلوا عليها عشان تبتعد تماما عن مؤثرات السوشيال ميديا والبعض ممكن يصدر طاقه ما تكونش ايجابيه. ما دي الحته النفسيه اللي احنا بنتكلم عليها، المدرب ليه دور فيها، الجهاز الفني، بس في دور لكابتن الفرقه وفي دور للخبرات اللي متواجده في الفرقه اللي هم عندهم مشاركات كتير سواء افريقيه او مع المنتخب او مع النادي الاهلي، فبينقلوها للعيبه الثانيه، يعني في ممكن 3 4 5 لعيبه في الملعب ما عندهمش الخبرات دي، ده دور حسام عاشور، احمد فتحي، شريف اكرامي لو حتى مش بيشارك بس بيلعب دور كبير جدا جدا في فرقه النادي الاهلي، ان هو برده بيلم اللعيبه مع حسام عاشور، بيعملوا اجتماعات يحفزوا اللعيبه. يعني ايه معنى كلمه نهائي؟
احنا وصلنا للقب حلم. يعني هم عاشوا الحدث ده؟ عاشوا الحدث ده اكتر مره. بقول لك المشاركات كتير خليتهم عاشوا الاحداث دي، سواء مباريات مع المنتخب او مباريات مع الاهلي، كلهم حملوا بطولات كتير بسم الله. بسم الله ما شاء الله، حسام عاشور وشريف واحمد فتحي، يعني ايه زي ما بيقولوا زهقوا من البطولات، بس كل ده بينقلوه للعيبه اللي هي ايه خبراتها قليله. حسام عاشور يا كابتن سديد، يعني بدور قطع كلام حضرتك، حسام عاشور واخد 5 دوري ابطال افريقيا ان شاء الله بالبطوله القادمه ان شاء الله، البطوله الحاليه ان شاء الله ككابتن للفريق، يتساوى مع وائل جمعه كابتن النادي الاهلي، صخره النادي الاهلي كابتن وائل جمعه، يكونوا 6 بطولات افريقيه، رقم قياسي. وطبعا حسام يستاهله، وكل الناس طبعا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي في حصد البطوله. وفي بقى ارقام بتحقق مع البطوله زي الارقام بتاعت حسام عاشور، بس في المقام الاول للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني، البطوله اللي تحط داخل النادي، تحط في السي في بتاع النادي. يعني تخيل كل الناس اللي شغاله في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي او اي حد ينتمي للنادي الاهلي بيشغل بالبطولات، بسمعه النادي الاهلي، باسم النادي الاهلي الكبير. فطبعا الناس لازم تعرف قيمه البطوله دي. فانا طبعا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ليها دور كبير، اللي هي بتدي حافز وبتدي بيعملوا اجتماعات مع اللعيبه اللي هي لسه خبراتها برضه محتاجين خبرات كبيره بالنسبه لمشاركاتهم، وبينقلوا الحاجات دي للعيبه عشان ينزلوا يتحمسوا، بيبقى في حافز عندهم باذن الله للمباراه الكبيره وبالذات النهائيه. طيب برضه لو ننتقل لجزئيه فريق الترجي التونسي، بخبراتك كده وشايف فريق الترجي ممكن يلعب مع النادي الاهلي ازاي؟ فريق نازل لازم يحرز هدفين على الاقل عشان يضمن تاهله او يضمن فوزه بالبطوله الافريقيه، فبالتالي ممكن الترجي ينزل بادئ ضاغط يلعب ازاي قدام الاهلي؟ الترجي يعني بص هو مش هيغير في الطريقه، هو ممكن هيلعب 4-2-3-1 او 4-3-2-1، بس في ملعبه هيلعب 4-2-3-1، واخد بال حضرتك؟ بيعتمد على التلت الاخراني. الترجي من اول هو بيسخن عايز يحرز اهداف، لان عارف كل ما الوقت يعدي عليه كل ما اللعيبه هتفقد تركيزها واعصابهم، انت عارف وسط جماهيرهم ممكن الجماهير ما تحملش، في ضغوطات جدا عليها، فهيفرض في الحته الهجوميه بكل قوه، مش هيستنى. يعني من اول دقيقه نازل عايز يسجل في النادي الاهلي، هيلعب الاطراف هتهاجم، يعني عندك الباكين اللي على الطرف، الماتش اللي هنا مثلا في تحفظ، في تحفظ عندهم ما ينفعش بره ملعبهم يهاجموا، هناك هيهاجموا، اصل ما عندوش حاجه يبكي عليها. طبعا مع هيبقى في عنده حرص، كل الحرص من ازارو، وليد سليمان، من اسلام، برضو الثلاثه اللي بتوع النادي الاهلي اللي في الثلث الاخراني يخضوا اي حد، بس هو هينزل يفرض في الحته الهجوميه، ما عندوش حاجه يبكي، لازم من اول دقيقه ينزل ضغط. هتلاقي الثلاثه اللي تحت الفرود بيلعبوا فراوده كلهم، يعني اثناء الكوره مثلا ما تكون معاهم هتلاقي راس الحربه بيروح الثلاثه على طول مكملين وراه، وممكن تلاقي واحد من نص الملعب الارتكاز مكمل وراه، ممكن باك من الباكين يكمل وراه، هتلاقي عندهم كتره عدديه فوق، لانه عارف لو ما سجلش هيبقى في توتر في الاداء بتاعه ومش يقدر يحقق الهدف اللي هو اللي يحرزه بدري، فدي هتنعكس عليهم. طبعا هيقابل خصم شرس، النادي الاهلي مش سهل ان ينزل يفتح خطوط زي ما قلت لحضرتك، فاكيد اكيد هيبقى في ثغرات عند فرقه الترجي، بس الحرص كل الحرص ان هم ما يسجلوش فينا اول ربع ساعه. دي لان انا برضو انت قلت كلمه كويسه جدا ما شاء الله عليك يا كابتن محمد، عندك وعي يعني، وانت حضرت مباريات زي دي كتير، لا يعني عندك خبرات برضو، ما اللي شغال في الميديا برضو بيحضر نهائيات وبيحضر بطولات وبيحلل بيكتسب خبرات كبيره الحمد لله، ان انت عارف هيبقى في ضغط جماهيري، انت خايف من الحكام، انت خايف، ده هو الضغط بدا من امبارح. ايوه انت مجرد ما اطلق السفيره النهايه الضغط بدا من امبارح، انت كاعلام محسوب على النادي الاهلي بتأدي دورك على أكمل وجه، تنقل الصورة سواء للاعبين أو سواء للإعلام المصري كله، لأن الصورة بتنعكس علينا، بتتنقل علينا هناك، بيعملوا حالة هيجان في في في, في تونس. والله يا كابتن صديق بص أنا مش يعني عايز دي، أنا عايز أقول لك على أنا حاجة، مش عايز دي والله بصراحة. أنا عايز أقول لك على حاجة، النادي الأهلي، النادي الأهلي دور عايزين نوصلها والله للاخوه، لازم يعني نوصلها لزملائنا هناك في تونس، في مصر والجماهير وتونس التونسيه. العلاقات الطيبه بين الاهلي والترجي التونسي على اعلى مستوى، في علاقات وصداقات اسريه ما بين مسؤولي الناديين، حاله الشحن الموجوده منذ الامس وحتى المباراه القادمه ليست مطلوبه، النادي الاهلي يحترم جدا 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 فريق الترجي التونسي، والاعلام المصري يحترم جدا تونس تحديدا بشكل شخصي، والجماهير الترجويه والجماهير الاهلاويه في علاقات اسريه، جماهير الترجي بتيجي القاهره بتقيم في منازل جمهور الاهلي، وجماهير الاهلي بتسافر تونس بتقيم في منازل جماهير الترجي التونسي، تلك الحاله محدش هيكسب منها، لان احنا عايزين نعمل عرس افريقي عربي في رادس، نعمل مباراه
كبيرة، وزي ما الأهلي استضاف الترجي هنا في مناسبات كثيرة جدا، الترجي هيستضيف الأهلي في مناسبات كثيرة جدا، وليست هي المباراة الأخيرة. يعني الأهلي والترجي هيلعبوا بعض بعد كده. القصة مش الأهلي رايح الترجي الجمعة الجاية فخلاص كل واحد هيحاول ياخد حقه. القصة يا كمان يا كابتن صديق والله صدقني بجد في بطولات كتير، في بطولات كتير، والترجي هيجي كتير، واحنا الأهلي هيروح تونس كتير. صح بالظبط. ما انا بقول لحضرتك ايه، تنقلها، انت بتنقلها بمصداقية، لان يعني انت بتمثل قناة، بتنزل، بتمثل نادي القرن، بتمثل منظومة محترمة، فلازم تنقل الحدث اللي في القاهرة عشان الإخوة التوانسة يعني ناس محترمين جدا، عندهم ثقافة، عندهم وعي، ما حدش يلعب على الوتر بتاع ايه ان هم اتظلموا هنا، ان الحكم، ان الجماهير، اول حاجة جماهير النادي الأهلي عاملتهم بكل احترام بكل رقي، وشجعناهم لغاية آخر مباراة، وبعد المباراة حيناهم لعيبة الترجي بيسلموا على لعيبة النادي الأهلي، عندهم قناعة ان هم بيلعبوا نادي كبير النادي الأهلي. وأخطاء التحكيم جزء من اللعبة وردة، واحنا اتظلمنا قبل كده في تونس ما علقناش الشماعة على الحكم. انا بقول لك عجبني الكابتن معلول، نبيل معلول، نبيل معلول قال لك الاهلي تفوق في اكتر اللقاء في على فترات اللقاء ويستحق الفوز، الترجي ما اداش المطلوب منه في المباراه بحجم نادي الترجي بصراحه. يعني اقول لك حاجه، اقول لك حاجه بصراحه، فيهم. اقول لك حاجه بصراحه، احنا في التوقيت ده محتاجين صوت العقل، يعني شخصيه قديره وكمدرب قدير زي كابتن نبيل معلول بجد، احنا في التوقيت ده راجل تونسي قدير جدا، احنا في التوقيت ده محتاجين شخصيات رياضيه بقيمه كابتن نبيل معلول تتحدث للجماهير في التوقيت الحالي، عشان ما نصحاش على يوم الجمعه في ازمه ومشكله كبيره. لا مفيش أزمة. واحنا علاقتنا بالناس هناك جميله جدا، وهم بيحترمونا ونحن بنحترمهم. كابتن صدقني لو في ازمه تبقى واحد في المليون. مين واحد في المليون ده؟ واحد مثلا بيحب يعمل اي زوبعه، ده ضرب الجزاء، ده مش عارف مين اللي، لا الناس عندها وعي دلوقتي. كابتن احنا في 2018 سواء التوانسة، المغاربة، الجزائر، بتوع شمال افريقيا كلهم، ومصر، في تحضر، في رقي. يعني دلوقتي الناس بتتفرج على الكورة وعارفة ان انت اديت كويس يبقى تكسب، اقول لك برافو. ما اديتش جماهير وعي. الاهلي لو لعب وحش وخسر جماهير خلاص النادي الاهلي لعب وحش، انما النادي ادى، لا الجماهير وراه عايزاه يكسب وعايز النادي الاهلي يبقى رقم واحد. نفس الكلام انا بحيي فريق الترجي ان في الحاله اللي هو فيها والظروف اللي مر بيها الفتره الاخيره في تونس هو قدر يوصل للنهائي. شيخ الانديه التونسيه. الترجي احنا هنا في فريق الاهلي كبير. دايما بنتكلم على الترجي التونسي شيخ الانديه التونسيه، والعلاقات تحديدا بين الاهلي والترجي لو هنتكلم عليها هنتكلم عليها لسنين وسنين كتيره جدا. والله في علاقات بين الناديين على اعلى مستوى، علاقات رياضيه، وعلاقات على مستوى المسؤولين، وعلاقات على مستوى الجماهير. يعني اخطاء التحكيم جزء من لعبه كره القدم، زي ما الاهلي تضرر من التحكيم ايضا الترجي تضرر من التحكيم، ولو مسؤول الترجي شايفين في مشكله في التحكيم الاتحاد الافريقي وشكوى للحكام. الترجي مش هيعترض ولا الاهلي هيعترض؟ مش كان في مشاركات بين الاثنين قبل كده؟ هم كسبونا ما اعترضناش ولا قدمنا اي التماسات، واحنا كسبناهم نفس الكلام ولا قالوا حاجه. الجماهير الناديين اي لقاء من اللقاءات السابقه لا حصل مشكله في تونس، لا ضربوا حد عندنا، جم مصر لو حصل مشاكل، واللي بيمشوا بيتكرموا. نفس الكلام احنا بنلاقي كل ترحاب كل احترام في تونس، اي فرقه مصريه بتروح تونس بيقابلوها بالترحاب، وشعب متحضر، جماهير واعيه، عندهم ثقافه رياضيه عاليه جدا. نفس الكلام في مصر، لو كان في زمان حاجات، ما بقول لك احنا في 2018 لو في سابقه من 2006 ولا 2010، يعني احنا دلوقتي خلاص انتهى العصر بتاع ايه، لا مؤاخذه، ان الناس تيجي تعمل زوبعه وفي الاعلام وتخلي في شحن هنا ولا لا. الناس واعيه في تونس والناس واعيه في مصر. دايما صوت العقل هو اللي هينتصر، وصوت العقل هيفضل موجود اكيد حتى مباراه العوده وعلى طول حتى بيننا وبين الاخوه في تونس تحديدا. طيب مباراه العوده برضو عايز اتكلم عليها بتفاصيل اكتر كابتن صديق. اتفضل. انت شايف المباراه هناك ممكن يكون فيها اهداف، ممكن يكون فيها سكور في نتيجه، ولا المباراه فيها تحفظ دفاعي من الاهلي، ايضا الترجي ممكن يكون خايف يدخل مرمى هدف؟ شايف سيناريوهات المباراه ممكن المستوى الفني يبقى اعلى من مباراه الذهاب، ولا النتيجه بالاجواء اللي حواليها ممكن تعمل مستوى فني بنفس القدر او اقل؟ النتيجه في النهائيات يعني بتبقى صعبه جدا، ونادرا لما يكون فيها سكور يكون فيها اهداف كتير. بتبقى مثلا كل مثلا 10 نهائيات او 8 7 8 نهائيات تلاقي فيه سكور، النتيجه كده تكون فالته، انما اغلبيه النهائيات بتبقى المباراه كلها فيها توازن، فيها تامين دفاعي، كل فريق عايز ينزل مش عايز يجي في جون بس عايز يجيب جون، في تحفظ من الفرقتين. النادي الاهلي عنده نهى اللقاء الاولاني كده، راح هناك مش عايز يجي فيه اهداف. نفس الكلام تونس، الفريق الترجي داخل فيه هنا جونين ثلاث اجوان عايز، وجاب هنا جون عايز بقدر الامكان يحاول يسجل هدف او هدفين، انما مش هيبقى فيه سكور، مش هيبقى فيه نتيجه ايجابيه كبيره في التهديف. ممكن الماتش يطلع 2-1 3-1 3-2 1-0، انما عشان مباراه تطلع فيها نتيجه سكور لفرقه من الفرقتين هيبقى صعب جدا جدا. لان زي ما بقول لك في تامين دفاعي للنادي الاهلي سواء على مستوى الدفاع او نص الملعب او حتى الناس اللي في الثلث الاخراني. نفس الكلام
ان الترجي هينزل هيفرز في الحته الهجوميه، بس برضو عنده تامين دفاعي لانه عارف بيلعب مين، مش هينزل يهاجم بكل خطوطه، يجي ممكن يجي يفوق في اي وقت، يبقى قلب الطاوله عليه. يعني قلب الطاوله عليه يعني ايه؟ قلب المباراه عليه. خلاص يبقى لو دخل في جون هناك في الاول الدنيا هتصعب جدا جدا، هيعتبر كده الاهلي مع اربع اجوان صعب هو يجي لك بقى صعب. كمدرب مع اللعيبه والفريق في المحاضره الاخيره وانت في الملعب وقبل الفريق ما ينزل يعمل عمليات الاحماء ويبدا للمباراه، تفرق معاك وانت بتتكلم مع اللعيبه تخطفوا هدف ولا قدر الامكان حافظوا على نظافه الشباك؟ لا انا كمدرب النادي الاهلي ان انا في اول كلامي احنا خلاص نهينا اللقاء الاول، لازم يا جماعه ما يجيش فينا جون في الاول، لازم في تركيز، في تنظيم دفاعي جيد جدا غير مباراه القاهره. ليه تنظيم دفاعي؟ يعني يا كابتن هنا في القاهره ممكن يكون واحد زي اللي راح انفراد وزي اللي راح عمل ضربه الجزاء، كان في حته في القلب ما كانش الدفاع ما كانش منظم ساعتها، كان في خطوط مفتوحه عند النادي الاهلي اللي راحت انفراد وشالها شناوي، واللي راحت انفراد والشناوي طلع بدري او طلع في توقيته، انا ايه بحترم طلوعه يعني ما بعدلش عليه، بس كان في ثغره سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي. الماتش اللي جاي دفاع النادي الاهلي في المحاضره في تنظيم دفاعي جيد جدا جدا، الخطوط قريبه، في رقابه، الخطوط هتبقى قريبه، في رقابه في الكور الثابته، رقابه شديده جدا جدا من اللعيبه اللي في القلب، من الاطراف، من لسه في نص الملعب، يعني اي كره ثابته سواء فاول او سواء كور جانبيه اللي هي ثابته او حتى في الكور العرضيه لازم التغطيه تكون مظبوطه، الباك العكس يجي الناحيه دي، لما تكون الكره من الناحيه دي مش عايزين يبقى فيه مساحات عشان ما ندفعش ثمنها غالي. فكل الكلام ده هيعيد عليه المدرب، ومدرب بيلعب بالتكتيك بتاعه بيبقى في التدريبات كلها بطريقه اللعب اللي يلعب بيها، الرتوج الاخيره، اللمسات الاخيره اللي هيلعب بيها اللقاء، ما يبقاش مستني على المحاضره بس اللي قبل الماتش. يعني محفظهم طريقه اللعب بالذات لما تكون بره ملعبنا واحنا متقدمين ومحتاجين ايه ما يخشش فينا جون، ومحتاجين الحته الهجوميه يبقى في تكتيك هجومي هنجيب اجوان ازاي، فبيشتغل عليها في الفتره اللي هي الزمنيه اللي قبل المباراه. لما تكون فتره قليله خلاص اللعيبه حافظه، لما يكون في فرق اسبوع برده بيضيف حاجه لطريقه اللعب، بيضيف حاجه للتنظيم في الملعب، بيضيف حاجه للرقابه، لان برده زي ما قلت لحضرتك سواء كورنر او كور ثابته او كور عرضيه لازم الاثنين اللي في القلب يكونوا مركزين جدا، سعد سمير وكوليبالي، ايمن اشرف مش هيفرز الحته الهجوميه لازم يقابل الراجل بتاعه، محمد هاني هيقف يكون واقف العدله بتاعته صح، يبقى موجه نفسه في الملعب، مفيش حاجه يطلع على الطرف ويسيب مساحه وراه، كل الحاجات دي كلها المدرب بيكون محفظها للعيبه. المحاضره بتبقى حاجه خفيفه كده بيلمس قبليها، بس هو عارف طريقه اللعب اللي بيلعب بيها انه بقى له فتره كبيره جدا بيلعب بيها، انه ما يخشش فيه جول في الاول. الضربات الثابته والضربات الركلات الركنيه ممكن تستفيد بيها هناك؟ الضربات الثابته للنادي الاهلي اكيد ده 100%، لو جت حاجه على الصندوق من بره على ال 18 عندنا بسم الله ما شاء الله وليد احد الحلول، مميز جدا، ممكن كره ثابته تخلص مباراه، اتوقع انا اجيب الهدف الرابع هنا، وليد حط واحده هنا مميزه جدا، وبرده عشان ما نفخس حق التوانسه كور الثابته هم مميزين فيها، اللي هو اسمه ايه الشمام، خليل شمام، الشمام حط فاول يعني ممتاز فوق الممتاز، شناوي مركز واعي شالها، لو دخل الجون كانت فرقت معاهم. كور العرضيه برضه عندهم اطوال، الحاجات الكراني والحاجات دي في اطوال، شناوي ما شاء الله، بس انت بتواجه الاطوال دي بقى بوجود سليف كوليبالي، ما انا معاك، بس برضه ممكن يكون عندك اطوال بس ما فيش تركيز، ما فيش تنظيم دفاعي، يكون واحد واقف غلط، واحد مش مركز في هفوه اتلعبت كده جون. هو الجون جه ازاي بتاع السوليه؟ ما الديفنس بتاعهم كان واقف عشان الكوره متحركه، فاللي في القلب مش مركزين، واقف غلط ما عرفش يشيلها، عدت معدي السوليه سندها وراح عاملها جون. ففي اوقات البوزيشن بتاع اللاعب المدافع لازم يكون مركز جدا جدا، يبقى الوقفه صح، وضعه داخل ال 18 ازاي، وضعه بره ال 18، وضعه لما الكوره تكون في الحته العكسيه هو يبقى موجود ازاي، ما يبقاش انت فاتح في مساحات ورا في الخطوط عندك. فان شاء الله الاهلي هيبقى مقفل ومنظم، لان اهم حاجه التنظيم بالذات الديفنس المدافعين الاطراف ولعيبه اللي هم المحور في نص الملعب. ونتمنى ان النادي الاهلي برضو نستفيد من الكور الثابته، ممكن تجي لنا واحده وليد يخلصنا، تجينا ربنا يكرمنا، ممكن اصل كل حاجه في الكوره ورده، في فاول، في كورنر، في ضرب جزاء، دي ممكن تجي لك او تيجي عليك. طيب ايه النصيحه اللي ممكن توجهها لعيبه الاهلي او الرساله اللي ممكن تقولها لهم في ظل ضغط كبير هيكون موجود خلال الفتره القادمه؟ ايه الرساله او النصيحه اللي ممكن تقولها للاعيبه الاهلي في الايام القادمه؟ اللعيبه مش محتاجين رساله لانه حضروا مباريات صعبه جدا زي دي بالظبط، بس احنا بنقول وجهه نظرنا لان هم عندهم وعي، عندهم يعني كلهم خبرات ومروا وعندهم نسبه مشاركات كبيره مع النادي الاهلي، بس احنا بنقول ايه يعني برضو ايه زي ما بقول العلم بالشيء، ان احنا واحنا في الاحماء واحنا في اول بدايه المباراه هدوء تام، اول كوره بتفرق مع العيب، كل واحد يلعب السهل، ما حدش الديفنسيف الاول ورا
تمسك وعايز تحضر وتبطئ، لا، من الاول بلعب على التامين وعلى الامان، ان انا اعدي كورتين ثلاثه انا لعبت صح مش هغلط. اول كوره هاجي احب ازود، لا، العب السهل في الاول، العب لاقرب واحد، حطها في المساحه الفاضيه، ما تبقاش انت تضغط نفسك، لان انت هتقابل شراسه بالنسبه للحته الهجوميه وبالنسبه للضغط الجماهيري وبالنسبه للفرقه الثانيه. ما انا بقول لك وهم في الاحماء عايزين يسجلوا. فلعيبه الاهلي الهدوء، وهم مروا بتجارب زي دي واصعب من دي، وانا قلت لحضرتك في اكتر من مره عندهم نسبه مشاركات كبيره سواء في بطولات محليه او افريقيه، في ناس لعبوا فيهم منتخبات، ففي هدوء الاعصاب ده متواجد ومتوفر عند لعيبه النادي الاهلي، بس انا بناكد عليها شويه. تمام. برضو في جزئيه ثانيه عايز اتكلم فيها، العامل النفسي اثناء المباراه. كارتيرون هو على الخط، مهم جدا يفضل واقف 90 دقيقه مع اللعيبه، ولا ممكن يلقي بتعليماته ويقعد على الدكه، ولا شايف الصوره دي ازاي وانت هناك في تونس في ملعب رادس؟ دايما مهم جدا المدير الفني يفضل واقف على الخط عشان يكون مع اللعيبه. كويس. سؤال مهم جدا، لانك خارج مصر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هو المدرب بالذات في البطولات الكبيره، وبالذات زي كوتش النادي الاهلي، نادي بحجم النادي الاهلي، تركيزه بيبقى عالي جدا جدا، بيحط استراتيجيه للمباراه. يعني ايه استراتيجيه للمباراه؟ يعني انا مثلا دخل فيا جول، هعمل ايه بعد ما انا يخش فيا جول؟ جيت الفرقه اتهزت اول ربع ساعه مش منظمه، يبقى انا هعرف اعمل ايه بعد كده؟ ان انا ممكن لو حصل اي حاجه لا قدر الله امتى اغير؟ ممكن حد يبقى فيه ديفو في الملعب، لو شلته انزل حد تاني، هقفل الحته دي، بيبقى دي عند المدرب. لو سجلت جول هعمل ايه بعد ما اسجل؟ فكل الحاجات دي كلها المدير الفني بيبقى هادي اعصابه مركز، ودي اللي فرقت في الكوتش كاتشانا للمباراه بالنسبه لكالدرون، وكاتشانا بالنسبه للشعباني. الشعباني كان متوتر شويه، لان برضو ايه حس ان ايه لما جت الاجوان دي شخصيته على فكره اتخطف، ودي شخصيته ليه؟ هو جديد في المهنه، يعني الحدث ممكن يكون كبير عليه شويه، نهائي ضد النادي الاهلي، واول مره يتحط في موقف زي ده، فبرضو انا هحط نفسي مكانه، هبقى مشدود ومتعصب، يعني ايه حامل هم المباراه، بس دي بتخلي التركيز بتاعه يقل. انما مدرب النادي الاهلي ما شاء الله خبرات كبيره، هيبقى عامل استراتيجيه للمباراه، امتى اسجل اعمل ايه؟ لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله دخل فينا جون، هعمل ايه بعد ما يخش فينا الجون؟ اللعيبه في اهتزاز؟ لا، في ناس قيادات في الملعب زي حسام عاشور، زي فتحي لما كان موجود، زي السوليه برضو من الناس الاعمده اللي موجوده، الناس اللي بتؤلف في الملعب، سعد سمير برضو، شريف لو في الملعب، او الشناوي في الملعب، بيهدوا اللعب، نهدي اللعيبه عشان ما يبقاش في توتر، والهدف ممكن نغلط يجي فينا حاجه ثانيه. تمام. كل ما يكون في تركيز كل ما الاخطاء تقل. تمام. كابتن صديق جمال، وانا بختم معاك حواري بقى، ان انت محتاج حلقه لوحدك نتكلم فيها عن شخصيتك ووجودك داخل النادي الاهلي تحديدا. أيوة. في اول موسم ليك مع الاهلي 88 89. في اجاز كده واحنا بنختم حلقتنا النهارده بعد ما استفيض الحديث في مباراه الاهلي وترجي التونسي. اول موسم ليك مع النادي الاهلي كان 88 89 وخدت دوري وخدت كاس وافريقيا اسيوي وانتقلت من اكتر من جهه تدريبيه، فايتسا ثم الكابتن السايس. شفت المرحله دي ازاي وجودك مع النادي الاهلي في المرحله دي؟ لانك تواجدت في الاهلي ثلاثه مواسم، لكن تحديدا موسم 88 89 كنت في اعظم توهجك مع الاهلي. انا جيت من نادي البلاستيك، كابتن انور سلامه، كابتن انور سلامه فعجاله، يعني عشان عارف ما عندكش وقت، كابتن انور سلامه جابني نادي الاهلي، وكان معاه الله يرحمه الكابتن احمد ماهر والكابتن مصطفى يونس، كان ليهم دور كبير جدا جدا. مستر فايتس شافني على طول، ضمني للنادي الاهلي اول ما شافني على طول. يعني طبعا النادي الاهلي حاجه تانية خالص، النادي الاهلي في حته تانية غير الانديه التانية بالنسبه للرهبه، بالنسبه للتاريخ، بالنسبه للبطولات، بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وفخر طبعا ليا وشرف ليا. لعبت في وسط مجموعه لعيبه، كنت انا الوحيد بس اللي من بره النادي الاهلي في المجموعه اللي كانت موجوده. تمام. يعني عايز حلقات عشان اعدهم لك يعني. فطبعا المدرب اشرفني في مركز نص الملعب ناحيه الشمال. الحمد لله اديت دوري على اكمل وجه، كنت بلعب اساسي، وطبعا حاجه هتحسد عليها ان انا اخش مع الناس دي والعب اساسي، دي صعبه جدا 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 يعني. فالحمد لله من ضمن الماتشات اللي انا كنت طبعا سعيد بيها في السي في بتاعي، لعبت قدام الزمالك ثلاث مباريات، وفي ماتش لعبته مع الزمالك كمان رابع مع الكابتن سايس بس حوالي 35 دقيقة، بس مع مستر فايتسا لعبت أساسي ماتش 1-0 وماتش 2-1 دوري وكاس، وماتش 0-0 برضه في بطولة الدوري. تمام. وكنت بأدي بدور، ومن الطريقة كانت 3-5-2، والحمد لله كنت بأديها بامتياز مع مستر فايتسا. تمام. الحمد لله يعني كنت في قمة السعادة إن أنا كنت بمثل النادي الأهلي ومحطوطة في السي في بتاعي.
كابتن صديق الجمال، شرفتنا ونورتنا النهارده في قناه النادي الاهلي وحديث عن مباراه الاهلي والترجي التونسي. شكرا جزيلا ليك، ودايما كده منور في قناه الاهلي. حبيبي بتشرف بيك يا استاذ محمد، وسعيد جدا وكنت معاك، وبحييك على الحوار يعني. يا فندم ميرسي ذوقك. والله العظيم مش بجاملك يعني، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله البطوله التاسعه ان شاء الله، وباذن الله النهائي رقم 12 يتوج بالبطوله، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي والجهاز الفني والمجلس الاداره، وبحيي جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي بتقف ورا النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يبقى ليها دور كبير في تونس باذن الله. بشكر ضيفي الكريم، حلقه مهمه جدا، حديث شامل ووافي فني في كل الاحداث، سواء في مباراه الذهاب بالامس بعد فوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف، لكن يتبقى مباراه العوده، مباراه الاياب في رادس ان شاء الله يوم الجمعه القادمه في الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، مباراه صعبه جدا، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين للخروج بشكل ايجابي في هذه المباراه من اجل العوده بالاميره الافريقيه، لان الاهلي دائما هو الملك المتوج على عرش القارة الأفريقية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل زميلنا أمير هشام عنده تفاصيل وعنده فقرات مختلفة تماما فيها أفكار جديدة تقدم النهاردة معاكم في الليلة الاستثنائية من برنامج الأهلي الليلة.